أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من قراءات، والذي سنتحدث فيه في هذه المرة عن شخصية ثقافية سينمائية مسرحية رافقت مسارنا الثقافي في الجزائر ومسارنا أيضا النضالي. سنتحدث عن شخصية كتبت في المسرح، واليوم معي كاتبان جمع كتابات هذه الشخصية. سنتحدث اليوم عن الكتاب مصطفى كاتب من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري، مقالات وكتابات غير منشورة. الكتاب لصاحبيه الأستاذ شريف الدرع والدكتور مخلوف بكروح. أستاذ شريف الدرع، أهلا وسهلا بك. بدأت يمينا، أهلا وسهلا بك شريف الدرع. أنت قاص وكاتب مسرحي وناقد مسرحي أيضا، وأستاذ في جامعة الجزائر في مادة الأدب المقارن بجامعة الجزائر. أخرجت مجموعة من الكتب في القصة وفي المسرح وفي النقد، ما قبل البعد، وعندك أيضا صاحبة الحسن كله، هذه في القصة أيضا. نعم. وعندك أيضا جحا في المسرح، وعندك إدوارد سعيد أو حكاية اليهودي المعكوسة، وعندك دراسة حول بريخت والمسرح الجزائري. أنت اليوم كما قلت أستاذ في جامعة الجزائر، وأنت معنا من أجل هذا الكتاب. ومعي ثانيا الدكتور مخلوف بكروح. دكتور مخلوف بكروح غني عن التعريف لنشاطه الكبير في المسرح، مسرحي، مخرج، مؤلف وناقد وباحث في الثقافة والاتصال بشكل عام. وأنت أستاذ في جامعة الجزائر في كلية الإعلام والاتصال، أخرجت عدد كبير من الكتب، سأذكر بعضها: المسرح والجمهور، الصحافة والمسرح، التلقي والمشاهدة في المسرح، المؤسسة الثقافية في الجزائر، ومدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية. المنظمات الثقافية. شكرا لك على التذكير. اليوم سنتحدث عن كتاب مصطفى كاتب من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري. نبدأ بالأستاذ الدرع. فكرة الاهتمام بهذه الشخصية، نحن دائما نتحدث عن مصطفى كاتب ونقول إنها شخصية مظلومة، أنتما اهتممتما بهذه الشخصية، كيف جاءت الفكرة؟ أولا الفكرة انطلقت من ملاحظة عامة. احنا تعرف في الجزائر نفتقر إلى ثقافة الاعتراف بفضل الفاضل، هذه واحدة. ثانيا يغلب على الحقل الثقافي عندنا الشفوية، فأردنا من خلال إصدار هذا الكتاب نمدوا شيء مكتوب حول شخصية مهمة، مش فقط ما كتبوها المادة كتبوها الآخرين، إنما مادة بقلمه. وهذا أعتقد يساهم في إنارة جوانب كثيرة متعلقة بالتاريخ، بممارسة المسرح، وأيضا تعطي فكرة عن تطور التفكير المسرحي عند هذا الكاتب والفنان. وأعتقد إلى حد ما يساهم في التاريخ لثقافتنا. أستاذ بكروح، دكتور بكروح، رافق مصطفى كاتب تاريخنا الثقافي المسرحي، وهو من الجيل الثاني. لو وضعتنا في أجواء الثقافية، أجواء المسرح في بدايته، هو نستطيع أن نقول هو مخضرم، لأنه عاش الفترة الكولونيالية وفترة ما بعد الكولونيالية. ومثل ما تفضلت هو الجيل الثاني، بمعنى أنه أتى بعد الجيل، بعد الرواد الأوائل، بعد محيدي مشطار، زي رشيد قسنطيني وعللو وغيرهم، ثم أنه استمر فيما بعد إلى بعد الاستقلال. أعتقد أن يعني من يقرأ تاريخ حياة مصطفى كاتب بشقيها، نحن الآن لا نتعامل مع شخصية ثقافية وفنية بمعنى مارست الثقافة والفن فقط، يعني المسرح، ولكن أيضا شخصية نضالية.
ويصعب علينا أننا نفصل بين البعدين أو الجانبين، الجانب النضالي والجانب المسرح. بمعنى عندما نقرأ هذا المسرح الذي اشتغل عليه والذي قام به هذا الرجل، أيضا نفهم يعني جزء من نضالنا. وكذلك إذا ربما حاولنا أن تفحص أيضا في مسيرته النضالية، ربما هذا يساعدنا أن نفهم مثلا المسرح الذي كان يقدمه. إذن من ناحية تاريخية فمهم، ولعل ربما الكتابات التي مثلا كتبها في نهاية الأربعينيات ومطلع الخمسينيات تضعنا في هذا السياق. لماذا؟ لأنه حاول أن يذكرنا ويعرفنا، هو كان يمارس ولكن ربما اختلف عن الآخرين، بأنه حاول أن يذكر الجزائريين في تلك الفترة أو فيما بعد بالظروف التي كان يشتغل فيها المثقفون الجزائريون، بمعنى كيف أنك كان ينشطون. وأعتقد أنها في غاية الأهمية، ليس فقط على الصعيد الفني ولكن أيضا على الصعيد السياسي، بمعنى السياق العام الذي كان ينشط. وأعتقد أنه سياق صعب جدا، وهو يتصوره في بعض الكتابات في المقال المطول الذي عنوانه من أجل أن يحيا الجزائر، من أحياء المسرح الجزائري، ويتحدث عن مختلف الجوانب. قدم بانوراما عامة للقراء آنذاك في تلك الفترة عن الظروف التي يشتغل فيها الفنان الجزائري والمثقف الجزائري والمبدع الجزائري، ويصف مثلا العمل الفني، مثلا العمل في التمثيل على سبيل المثال. إذا أخذنا هذا الجزء فقط، يقول أننا كنا نشتغل في ظروف جهنمية، وظروف جهنمية يعني طبعا جهنمية. ماذا يعني جهنمية؟ يعني أن الممثلة يعني ملزمون بأن يقدم دورا كل أسبوع. هذه لا تحدث بكل صراحة، ربما كانت في القرون الوسطى تحدث، عندما كان الممثل ربما يخضع إلى شروط يعني تعسفية. هو يقارن بالممثل الأوروبي الذي كان ينعم بكثير من الراحة. طبيعة الحال يعني يعني في شهر، في ظرف شهر مثلا، في 5 أسابيع هذا الممثل يتقمص 5 أدوار. طبعا 5 أدوار هذه ربما الممثل الأوروبي لا يتقمص هذه 5 أدوار ربما في 5 سنوات و10 سنوات. الممثل الأوروبي لا يتجاوز ربما في مسيرته المهنية 35 إلى 40 دور، بينما يعني في ظرف سنة ربما الممثل الجزائري يتقمص يعني هذا العدد. هذا لنفهم يعني الدور الذي يعني السياق والظروف التي كان يشتغل فيها أولئك. طبعا هي فيها جوانبها السلبية، هي الظروف الجهنمية، ولكن في بعدها الإيجابي أنها مكنتهم من تعلم. وهذه المدرسة الحقيقية، يعني بمعنى كيف تعلم هؤلاء، كيف أصبحوا يعني ممثلين وكتاب ومخرجين ومبدعين في مستوى عالي جدا. أعتقد بفضل أنهم اشتغلوا. يعني هذا الممثل الذي يؤدي كل أسبوعين دور، هذا طبعا هذا يعني المسألة يعني فقط الممثل العبقري الذي يحفظه كل أسبوعين. طبعا هي ظروف فيه إرهاق، فيه إجحاف، لأنه لو لم يقوم بهذا المهم لا يمارس، فهو مطالب بأن يحفظ وأن يؤدي دورا في الأسبوع، وإلا يدخل إلى بيته. إذن هذا جزء من العملية، يعني أعتقد أنها تذكرنا وتقدم لنا يعني لمحة يعني عن تاريخ والظروف التي اشتغل فيها هؤلاء الرجال. مضامين المسرحيات التي كانت في زمنه، ما هي مضامينها بشكل عام؟ نحن نعرف أن هناك الاقتباس وهناك أشياء أخرى، لو وضعتمونا في المسرحيات التي كانت تعرض من علا المحب وفرنانديل وقبل بشترزي. أولا أريد أن أكمل نقطة فقط في سياق الحديث عن الظروف الجهنمية اللي كان يشتغل فيها المسرحيين الجزائريين في الأربعينات والخمسينات. مثلا يذكر في حديثه عن الممثلة اللي قامت بدور الكاهنة في مسرحية الكاهنة، لأن الدور طويل وصعب ومعقد،
كانت تأخذ مقويات حتى تستطيع الصمود فوق الخشبة. الخشبة. الواقع أنه لما يقول ظروف جهنمية كان يعرف واش يقصد. والتمثيل بهذه الكثافة، تندور كل أسبوع 4 أدوار وأكثر في الشهر، هو بالحقيقة عنده إيجابياته وعنده سلبياته. السلبيات تاعه أنهم يضطروا للتسرع وملهيه وكذا، معناها ما يكونش عندهم الوقت الكافي لتمرن على الأعمال، ولكن أيضا يعطيهم باش يتمرنوا بكثافة الأتلات في الرياضة. يعني الظروف هذه عندها إيجابيات وسلبيات. إيجابيات وسلبيات. بالنسبة لسؤالك هذا المتعلق بالمضامين، هي مضامين اجتماعية نقدية تعالج الأمراض الاجتماعية، وأيضا تشير أو تلامس بصفة غير مباشرة مثلا المشاكل السياسية لهذاك الوقت. وكاتب يشير لهذه القضية مثلا لما يتكلم على رشيد قسنطيني وفنه، يقول احنا نتيجة الرقابة اللي كانت مفروضة علينا وقت الاستعمار كنا ما نقدروش نعبروا بحرية على كل الأشياء اللي نحبوا نقولوها، فكنا نكتفيوا بالرمز الخفيف للمشاكل، لأن وضع الأشياء في سياقاتها يحتم علينا ما نعرضوش مسرحنا للخطر. عموما أنها مضامين اجتماعية لكن لا تخلو من بعد سياسي. هو ككل أو كعدد كبير من المسرحيين الجزائريين في ذلك الزمن كانوا عصاميين، يعني بالنهاية لم يكن عندهم تكوين حقيقي كما استفاد من هذا التكوين الأوروبيين أوروبيون. يعني كيف استطاع أن يصل إلى كل هذا النتائج التي وصلها بتكوين قليل؟ هو لم يكن هناك تكوين يعني بالمفهوم يعني اصلا، يعني هؤلاء لم يتخرجوا من مدارس مثلا ما تخرج الاوروبيون، وربما مثل ما تخرج يعني المشارقه كلهم. يعني والبدايه كانت الهوايه، كانت مرتبطه بالهوايه، ثم ان الهوايه انتقلت للاحتراف. يعني هنا يعني ما يتحدث مصطفى كاتب عن ظروف الجهنميه، كان يشتغل على المحترفين الذين كانوا يمثلون دور كل اسبوع. إذن يعني استدراك هذه يعني هذا النقص يعني في عدم وجود مدارس، هو ليس فقط في عدم وجود المدارس، يعني مثل المعهد البلدي للموسيقى كان موجود لكن لم يتمكن الجزائر يعني من الولوج الى هذه المؤسسة، وبالتالي عليهم ان يشتغلوا ويتكونوا. اعتقد ان الممارسة بفضل الممارسة يعني المكثفة جعلت منهم أن يصبحوا يعني ممثلين وربما فنانين وكتاب كبار. وفيه مسألة مرتبطة أيضا بالتحدي، يعني مسألة مرتبطة بالوعي النضالي وبالتحدي وبالبحث عن الشخصية إلى غير ذلك. بمعنى أن في دافع ثقافي، دافع لمواعين يعني بظروف الاستعمار، وعليهم أن يعبروا عن همومهم وعن مشاكلهم مثل ما يريدون. يعني وأعتقد أن هذه المسألة يعني ماثلة يمكن أن نستشفها من خلال ما كان يقدم. منذ قليل تحدث الأستاذ الأضرع الشريف عن مضامين الأعمال، هي كلها ربما تندرج في إطار اجتماعي أخلاقي، ولكن البعد السياسي كان حاضر مثل بدليل أن لو نعود نرجع مثلا إلى كتابات محيدي مشطار زي أو من كتب في تاريخ المسرح الجزائري، نجد مثلا الرقابة الشديدة التي كانت مفروضة على
على الأعمال الجزائرية ومصادرتها ومراقبتها في كثير من الأحيان. يعني في كثير من الأحيان كانت الفرق يعني توقف عملها ويستنطق يعني مبدعها بسبب يعني هذه الإيحاءات. يعني نذكر مثلا أعتقد مسرحية إذا لم تخوني الذاكرة هي فاقو لمحيدين مشطارجي، قدمها في نهاية العشرينيات في 27 28 وعاد تقديمها مثلا في نهاية الثلاثينيات، فاستدعي من قبل عسكري وطرح السؤال لماذا قدمت هذه المسرحية، فأجاب محيدين مشطارجي احنا قدمناها في نهاية العشرينيات يعني ولم يطرح علينا هذا السؤال. فرد عليه الضابط قال له الجمهور الجزائري تغير من نهاية العشرينيات إلى نهاية الثلاثينيات، يعني وعي الجزائري تغير، بمعنى أن أيضا المسرح اشتغل يعني وساهم في موضوع وعي الإنسان الجزائري من خلال الثقافة. أعتقد أن يعني هذه الأساس. ويمكن يعني حتى إذا علي ممكن يعني نرجع لبعض الدراسات، مثلا الباحث الجزائري المتميز عبد القادر جغلول وباحث سوسيولوجي يقيم مثلا اعمال رشيد القسنطيني مثلا الاولى، يعني صنف يقول وهو مسرح شعبي ويحل لماذا من خلال الموضوعات، وهو مسرح وطني ايضا من خلال هذه المضامين، ومسرح يعني ثوري ايضا يذهب الى بحال انه ثوري من خلال هذه الرموز بطبيعته، فهو وطني وشعبي ووطني وثوري وثوري لأنه وجد الوسيلة التي يمكن أن يعبر بها عن قضايا المجتمع الجزائري، عن المجتمع يعاني، عن المجتمع يعاني يحاول أن يثبت نفسه ويعبر عن هويته عن مشاكله عن همومه بطريقة خاصة، حتى وإن كانت تبدو أنها طريقة يعني بسيطة وسهلة في ذلك الوقت. كانوا مطلعين على مسارح أجنبية مثلا بالسفر مثلا إلى المشرق والمغرب، ما هي مصادرهم؟ مصادرهم هي القراءة بطبيعة الحال. هما كانوا ربما بعضهم ربما كان يطلع على ما كانوا يقدمون الفرنسيون يعني مثلا ابتداء من الثلاثينيات والأربعينيات، بعضهم ربما كانوا يسافر مثلا الفرقة مصطفى كان كانوا يسافر مثلا بفرقة المسرح الجزائري، كانوا يسافر مثلا ويشارك في مهرجانات دولية مثلا لا سيما في أوروبا الشرقية ويأخذ جوائز بطبيعة الحال. إذا المصائر هي كانت القراءة بطبيعة الحال والعمل والممارسة والقراءة بطبيعة الحال، يعني لو نقرأ ما كتبه مثلا مصطفى كاتب أو علال ورشيد قسنطيني أو محيدي مشطارزي مثلا في مذكرته، يعني نعرف أن هؤلاء الناس كانوا يقرؤون يعني كانوا يطلعون وكانوا على اطلاع على الأقل بالمسرح الفرنسي، على الأقل المسرح الفرنسي الذي كان يقدمه ربما المسرح أيضا المشرقي. هو إحساس جبهة التحرير الوطني بتأثير هذه الشخصية الكبيرة المسرحية اللي هي مصطفى كاتب، الرجل الذي استطاع أن يؤثر كما قال الأستاذ ويسافر إلى أوروبا الشرقية ويقدم المسرح الجزائري أو المسرح الذي كان يكتبه ويمثله الجزائريون، هل إحساس جبهة التحرير بهذا التأثير هو الذي جعلها تضعه في مكان الريادة من أجل التعريف بالقضية الجزائرية؟ أولا من الكتاب يعني الأشياء اللي كتبها من خلال مطالعتنا وإعادة قراءتنا لكتابات مصطفى كاتب نلقاه أنه ولن ممثل مخرج مسير، وكان في عنصر أساسي لمدة 40 سنة وإذا زدنا الاستقلال 50 سنة في النشاط، كان في قلب النشاط المسرحي عنصر أساسي، ولا شك أنه من كتاباته خاصة في ورؤيته للمسرح والدوره مباشرة قبل الثورة، ثم يعني حتى انخراطه في ممارسة الدعاية والتوعية من خلال المسرح في فرنسا يعني في الهجرة بعد انطلاق الثورة، خلات الجبهة تشوفوا أنه بدات كما نقولوا كما وصف
كما وصفت السلطات الفرنسية واحد من أهم المسرحيين تاعنا اللي هو شباح المكي، شافوا أنه فلاق مسرحي قبل أن ينخرط في نضال الجبهة ولا يتولى مسؤولية الفرقة الفنية لجبهة التحرير. هو كان مناضل قبل الثورة ومناضل بمجرد أن طلقت هذا الشيء، أعتقد أنه كان عفوي بالنسبة له. وحتى لما نرجع للسيرة تاعو، هو كان ديزيرتور يعني هرب من الجندية، من الجندية في الأربعينات، وعقب على الأقل 3 سنين في الجنوب الجزائري كأشغال شاقة، يعني عوقب بسبب تهربه للجندية. واحد مثل هذا معناها بعفوية يلقى روحه إلى جانب ثورة شعبه يعني، وأن يضع في ذلك المكان واعتراف طبعا. المقالات بشكل عام، هذه المقالات غير المنشورة، تتمحور في مجملها حول ماذا؟ ما هي أهم قضاياها؟ هي المشكلة أنه هذا مصطفى كاتب لم يكن مؤلفا، كان مخرجا وكان ممثلا ومسيرا. عندما يرحل مثل هؤلاء الأشخاص يعني لا نجد أشياء بكل صراحة، يعني كل تجربتهم ترحل معهم. فما كتبه يعني في فترة قصيرة مثل ما قلت بالنسبة للمقالات وثائق حية، لأنها تمكننا من معرفة مثل ما قلت أولا الظروف التي كان يشتغل فيها الجزائريون، وتقدم لنا أيضا صورة عن المسرح وأيضا عن الوعي. الرجل كان يتحدث عن أشياء في غاية الأهمية، كان يتحدث عن الكاتب الدرامي، كان يدعو علينا أن نصل يعني مثل حتى يكون لنا مختلفة. مسرح مثلا مثل الفرنسيين وغيرهم والأمم الأخرى، علينا أن نجد أيضا الكاتب الدرامي، علينا أن نجد أيضا المخرج، ونفس الشيء بالنسبة للممثل. إذن كانت هناك فيه وعي بأهمية المسرح، بأهمية المسرح وأهمية المسرح يعني كان ليس في بعده النضالي في الرسالة، ويتحدث عن المضمون ما هو المسرح الذي يريده بطبيعة الحال، يعني المسرح المرتبط بالمجتمع. وأيضا علينا أن لنؤدي هذا الغرض، علينا أن نتقن هذا الفن. هذا الفن له شروطه وهو فن ممارسته صعبة، علينا أن نتقن أدواته. إذن كان يدعو لإتقان هذه الأدوات. وربما مثلا يعني وتتحدث مثلا في الإشارة إلى موضوع التكوين، الفرقة الأولى التي أسسها مثلا أو الفرقة الثانية بعد التجربة اللي عملها مع علال المحيب وعبد الله نقري في نهاية الأربعينيات، وهي المسرح الجزائري. ما بين المسرح الجزائري كانت عبارة عن ورشة للفن الدرامي. لماذا؟ لأنه هو رد على أن الأبواب موصلة أمام الجزائريين للولوج إلى ربما التكوين في مجال المسرح الذي كان هنا وهناك في الجزائر، كانت تنضم الفرنسويين وحتى في فرنسا. إذن فكان مدرك لهذه العملية وقام بهذا العمل، قام بتأسيس فرقة سماها المسرح الجزائري. وماذا تعني المسرح الجزائري في نهاية الأربعينيات؟ يعني انتماء حقيقي طبعا. ومن هنا يأتي ربما عنوان الكتاب من المسرح الجزائري الذي أسسه والذي كان يدعو أنه ينبغي أن نصل إلى تأصيل وتأسيس المسرح الجزائري، ثم وصلنا إلى مسرح وطني بعد الاستقلال. يعني مسرح جزائري في ظل الكولونالية ومسرح وطني بعد الكولونالية. إذن كانت أولى اهتمام يعني بموضوع التكوين، وأعتقد أنه تمكن من يعني تكوين نخبة من المبدعين، نخبة من المبدعين. وبالنسبة للتكوين أيضا ليس فقط مصطفى كاتب، ولكن أيضا لأنه هو تلميذ محي الدين المشتارزي. بالمناسبة موضوع التكوين كان عنده حاضر، يعني الشغل الذي كان يقوم به محي الدين المشتارزي كان التكوين حاضر بقوة يعني في تجربته. إذن هذه هي الظروف التي كان يشتغل فيها هؤلاء الناس. أنا معي مقطع بمسرحية هي مسرح ديفانوفيتش أو إبليس الأعور كين منه كينو. إليكم. فندق المحان
وين حطوا تصويرتي وش قالوا عليا. ايش؟ مش حتى شيء ولو استر. وانا ثاني شو قال؟ معلوم الجرايد هنا ماهيش منظمه، بالاخص في المدن الكبار. يجيو لعندي يشوفوا الخدمه كيفاش تمشي. والو هنا ثاني يا ناس، فيه تراب الحق لهذه المدينه ولا لا؟ الشعب يحب يعلم هذا ولا لا؟ والو هنا ثاني. هذا عبث بالمسؤولين، نعم كل من المخلفات. واحد من عائلتك مات، قالت لي لا عجوز، ظن اللي مات انا هو. ما ايش في نظرية دكتور تريد ان تعلق على المقطع الذي رايناه مسرح ايفانوفيتش؟ هي هذه المسرحيه بعنوان ايفان ايفانوفيتش الاصل يعني، ثم عندما قدمها المسرح الجزائري يعني اضافوا عنوان اخر وهو ابليس العور، كاين منه في صيغه استفساريه مثل ما قال الشريف. هذه المسرحيه اللي كاتب تركي معروف يعني، كاتب كبير، كاتب وشاعر لناظم حكمه اولا. هذا يبين يعني ثقافه هؤلاء الناس، ثقافه يعني الجزائريين اللي كانوا يختاروا مصادر المسرح الجزائري. هذا بعد الاستقلال، يعني العوده الى اقتباس او ترجمه النصوص من هذا النوع، نصوص عالميه. انا اعتقد هذا ينم على ان هؤلاء الناس كانوا يعني لديهم استراتيجيه ولديهم سياسه وفاهمين المسرح يعني، ولديهم ثقافه مسرحيه. اذا هذا اختيار النص في حد ذاته لكاتب كبير، اعتقد هذا يعني يبين يعني قدره هؤلاء الناس يعني، وقدره هذه المؤسسه في تلك الفتره. نحن في مطلع السبعينيات، في 70 71. ثم ان هذه المسرحيه يعني ما دام جات المناسبه، ولانها تضم نخبه من الممثلين من المبدعين ومن المبدعين من الطراز الاول يعني، ممثلين كبار يعني، ويعني اشدد على انهم ممثلين ومبدعين. ومن اخرج هذه المسرحيه ولا احد يتكلم عنه هو علي المحيب. هذا علي المحيب مخرج يعني، مخرج كبير يعني، مستواه مستوى عالمي، ثم يعني مخرج يضع ما يعني يوزع ممثلين كبار ويوزع مصطفى كاتو في دور بيتروف. انا اعتقد يعني هذه قيمه المسرحيه تكمن هذا، بغض النظر عن مضمونها. مضمونها هي تتحدث عن نحن في بعد الاستقلال، في مرحله البناء والتشييد، في مرحلة الاشتراكية إن شئت، في مرحلة الدولة الوطنية، في يعني موضوع الانتهازية، موضوع البيروقراطية في وأشياء أخرى. وهي مسرحيات طبعا عالمية معروفة جدا، وكانت رائعة بكل صراحة. أنا شاهدت يعني من حسن حظي أنني شاهدت المسرحية في حينها فوق المنصة يعني. وأداء الممثلين كان رائعا، وأداء مصطفى كات في هذا الدور تحديدا بيتروف كان متميزا ومتألقا. وكان هناك جانب آخر عندما نتذكر من قام بترجمة واقتباس إلى حد ما المسرحية هو المسرحي محمد بن قطاف. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه في الحقيقة مصطفى كاتب كان رجل يخطط، فمنذ البداية كان يعرف أن الجزائر تفتقر إلى المؤلف المسرحي، تفتقر أيضا إلى المخرجين، وكان من البداية أعلن أنه لابد أن نعمل على وجود المؤلف الجزائري. وهو اللي شجع بن قطاف لأنه كان يحسن العربية على الاقتباس. وبن قطاف نفسه يقول أنه خطواتي الأولى في الترجمة والاقتباس كانت تحت العين الصاهرة لمصطفى كاتب.
وهذا يدل على انه رجل تاع تخطيط وعملي وما كاش يلوح الكلمات هكذا هباء. دكتور، انت مررت على إدارة المسرح الوطني وتعرف ان هناك هذه العلاقة ما بين المنظر والممارس. مصطفى كاتب نشر مجموعة من المقالات تحدث فيها عن المسرح، كيف ينبغي أن يكون، عن واقع المسرح إلى آخره، عن التكوين وغيرها من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في المسرح الجزائري. إلى أي مدى استطاع أن يطبق هذه الأفكار التي تحدث عنها في مقالاته وهو مدير المسرح الوطني؟ هو مثلا بالنسبة لمؤسسة المسرح الوطني، الشريف كان يتحدث يعني بالنسبة مثلا لاختيار النصوص وتوجيه مثلا الممثلين في الاقتباس وفكرة استعداد الكاتب، ولكنه تمكن من تجميع الطاقات الفنية اللي كانت موجودة في الجزائر. يعني خويا يعني عبقريته وقدرته في هذه الفترة بالذات انه تمكن من جمع يعني اهم المبدعين في المسرح الجزائري في هذه الفترة في مؤسسة المسرح الوطني، وربما هذا ما يفسر يعني قيمة وأهمية العمل التي كانت تقدم في ذلك الوقت. المسألة ربما الأساسية التي كان يعتني بها وهو في التفكير في وضع برنامج مثلا في تخطيط للأعمال والمصادر التي يمكن أن يستقي منها الأعمال المسرحية، ورأينا أنه هناك نوع من التنوع، بمعنى الفترة هذه تحديدا مثلا كانت هناك نصوص جزائرية، بمعنى رويشت مثلا، أعمال رويشت كلها قدمت في هذه الفترة، وهناك أيضا نصوص عربية باعتبار أنه كان يشتغل على نصوص عربية، نصوص جزائرية كانت بياسين قدمت يعني، وإحنا نتحدث على يعني قدمت مسرحيتين أساسيتين كانت بياسين، الجثة المطوقة وأيضا الرجل صاحب نعل المطاط، وأيضا نصوص عالمية، يعني هذا النص أيضا الذي شاهدناه منذ قليل يعني هو جزء من النصوص العالمية من توجه المسرح الجزائري نحو العالمية، وهذا ما جعلهم يشتغلون مثلا على شكسبير، قدموا شكسبير في 64، قدموا موليير، وقدموا ايضا بريخت، اكثر من ما اكثر يعني التوجه الكبير مثلا هو نحو بريخت. المساله التي كانت يعني تثير اهتمامه هي موضوع، انت اشرت منذ قليل لموضوع التكوين، يعني لا اعتقد ان في شخص اخر كان يعني مسكون بالتكوين مثل مصطفى كاتب. والجزائر يعني بعد الاستقلال مباشرة بعد سنتين يعني تنشي مؤسسة تعليمية لتعليم الفنون، أنا أعتقد أن هذا يعني يعتبر ثورة في ذلك الوقت. يعني الجزائر كانت سباقة يعني في العالم الثالث أو في العالم العربي التي أنشأت مؤسسة تعنى بتكوين يعني المبدعين في مجال المسرح والموسيقى وغيرها. يعني معهد الفنون الدرامية برج كيفان كان اللي هو سباق يعني ربما من سبقنا للتجربة هي مصر، يعني عندها تجربة عريقة، وربما رواد المسرح العربي كانوا يدرسون العراق. العراق ربما في بعده النظري في الجامعة، يعني مثل مدرسة برج كيفان أقدم من المعهد العالي للفنون الدرامية في دمشق مثلا الذي أتى في مطلع السبعينيات، ونوع الأساتذة سعد أردش، كرم المطاوع، فيه اهتمام بموضوع التكوين. وأعتقد ليس هذا في فحسب يعني بمعنى التكوين للاحتراف، ولكن أيضا كان له نظرة يعني أوسع بكثير، لسيما في الفترة التي اشتغل فيها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه اشتغل في النشاط الثقافي يعني، وهذه فترة بالمناسبة هي فترة أساسية في حياته بطبيعة الحال. وهنا أيضا حاول أن يدرج أولا أن يخرج الجامعة يعني من قوقعتها على المجتمع، ويثير الاهتمام الوسط الجامعي بالثقافة، وايضا يدخل المسرح الى الجامعه. وهنا في الكتاب ايضا فيه يعني التصور لشهاده ليسانس في المسرح، وهذا وضعه في منتصف السبعينيات، يعني هذا الرجل كان سابق زمانه، يعني هذه نظره استشرافيه في الحقيقه يعني في غايه الاهميه. نحن الان هذا يعني في السنوات الاخيره بدأنا نولي عناية لإقسام الفنون في الجامعة الجزائرية. الجامعة الجزائرية تأخرت يعني قياسا بأفكاره.
وحاول أيضا أن ينظم فترات تدريبية في المسرح، وكانت لها صدى كبير بطبيعة الحال. كانت هذه التي اهتماماته. لو تسمح في هذا الإطار، أنا كنت بديت كلامي بالحديث أنه بالحديث عن ثقافة الاعتراف. الآن نحن الأستاذ بكروه راه بصدد سرد عمل، ربما حتى ما لازمش ننساو أنه ساهم فيه كوكبة من العاملين في هذاك الوقت، وأن الأمر ما يتعلقش بصدفة كاتب وحده. وأعتقد أنه حتى توجيه المسرح الوطني من الناحية الفنية أو غيره، أو حتى تبنيه مثلا لمسرح براشت، أعتقد أنه تم أولا بدفع من محمد بوضيا، أيضا بدفع من ولد عبد الرحمن كاكي، لأنه هذو هما في تاريخ مسرحنا الأقرب عن التعبير لا هذا التوجه الفني والإيديولوجي. فإذن البناء الفني للمسرح الوطني الجزائري في الحقيقة ساهم فيه رجال ونساء كثيرين، وإن كان المصطفى كاتب قد تبوأ دورا رئيسيا فيه، هذا باش ما ننساوش يعني فضل هؤلاء. أنا وقتي ضيق في البرنامج، كنت أتمنى أن يكون الحديث أطول. شريف الدرع شكرا على الحضور والفائدة، وشكرا أستاذ بكروح شكرا لك. شكرا لمشاهدي الكرام على المتابعة، نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. إلى اللقاء.